اهلا بيكم في فيديو جديد مع مجلة الحياة. النهاردة هنشارك معكم مجموعة من اشهر الفنانات اللي ضحوا بنجوميتهم واعتزلوا الفن بسبب زواجهم، لكن مش كلهم اعتزلوا بارادتهم، بعضهم اجبروا على ترك التمثيل نهائي ووصل الامر لحرق افلامهم. فعلا مقولة الزواج بيغير من حال لحال مقولة اثبت صحتها مجموعة من الفنانات اللي تخلوا عن كل حاجة علشان يعيشوا حياة مستقرة. تعالوا مع بعض نعرف قصة اعتزال كل فنانة منهم. تعد الفنانة جيهان نصر أبرز الفنانات اللي اعتزلوا بسبب الزواج، وأثار اعتزالها جدل كبير جدا لأنها اعتزلت في عز نجوميتها بعد مشاركتها في كتير من الأعمال المميزة، أشهرها الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون ومسلسل مين ما بيحبش فاطمة. بدأت قصة زواجها لما كانت في بيروت مع أسرة مسرحية المحظوظ، وقتها شافها رجل أعمال اسمه سعود الشربطلي وحب يتعرف عليها، ونجح من خلال سمير غانم في أنه يتكلم معاها لدقايق وطلب إيديها للزواج واشترط عليها اعتزال الفن. وبالفعل وبعد ساعات بعت طيارة خاصة للقاهرة لأحضار أسرتها كلها وكتبوا كتابهم. الفنانة نسرين إمام واللي تركت العمل الفني بعد زواجها من المنتج الكبير تامر مرسي صاحب شركة سينيرجي للإنتاج الفني، لكنها اتكتمت على الموضوع في البداية. شاركت نسرين في عدة أدوار لمعة زي مسلسل مصري رمضان مبروك أبو العالمين حمودة للفنان محمد هنيدي، ومسلسل حنان وحنين مع النجم الراحل عمر الشريف، وغيرهم طبعا من الأعمال الناجحة ليها. صفاء أبو الصعود اعتزلت الفن بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي صالح عبد الله كامل كزوجة رابعة، وكانت رغبته أنها تبتعد عن التمثيل لدرجة أنه اشترى النسخ الأصلية من أفلامها وحرقها كلها. الفنانة ناريمان بالرغم من صوتها القوي اللي كانت بتتمتع بيه إلا أنها اعتزلت الغناء بعد ما تزوجت من المطرب رامي جمال، واللي كشف انه طلب منها قبل الزواج انها تختار او تختار الغناء، فقررت وبعد وقت قصير من التفكير اعتزال الفن، واكد انها ما ندمتش على قرارها. بسمة بوصيل خطفها المطرب تامر حسني وهي على ابواب الشهرة بعد مشاركتها في برنامج ستار اكاديمي، وتعرفت خلال الفترة دي على تامر وقدموا مع بعض اغنية بعنوان ما تسألنيش، وده قلب تامر ليها وطلب منها الزواج، وبالفعل تزوجوا في السر لحد ما اعلن تامر الخبر بعد شهور قليلة. لكن كان شرط تامر الوحيد اعتزال بسمة الفن تماما، حتى انه وقف ألبومها الغنائي الاول اللي كان من المقرر ان يتم انتاجه مع المنتج محسن جابر. يارا نعوم ملكة جمال مصر لسنة 2008 لعبت دور ملحوظ في فيلم حين ميسرة، كان ممكن ان يكون بداية انطلاقتها للبطولات المطلقة، ولكنها قررت الاعتزال بعد زواجها من لاعب الكرة عماد متعب برغبة منه في ابتعادة عن التمثيل لتكوين أسرة بعيدة عن الأعلام تماما. الفنانة نجلاء فتحي لو رجعنا بالذاكرة لورا هنلاقي ان الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي اخذت قرار الابتعاد عن الفن والظهور في وسائل الاعلام وهي نجمة صف اول بعد ما تزوجت بالاعلامي حمدي انديل في منتصف التسعينات. وبالرغم من انها ما اعلنت خبر اعتزالها رسميا، لكنها ابتعدت لرعاية بنتها الوحيدة ياسمين. الفنانة ريهام امين ما اكدتش ولا نفت خبر اعتزالها الفن بعد الزواج والانجاب من الفنان شريف رمزي، وكانت صرحت في مقابلة انها مش هتزعل لو طلب منها شريف رمزي التفرغ كليا ليهم. وكانت ريهام حققت نجاح كبير خلال فترة قصيرة وظهرت في اكتر من عمل ابرزهم مشاركتها عادل امام في بطولة مسلسل العراف. وبكده نكون عرضنا لكم مجموعة من الفنانات اللي تخلوا عن نجاحهم في سبيل تكوين أسرة سعيدة بعيدة عن الأضواء. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة ونتقابل في فيديو جديد وخبر جديد.